يب يب كده خلاص علوية، انا فقت وبقيت زي الفل. ليتس جو دلوقتي، المفروض انزل اروح لحركات وزعبول عشان يعلوية. المفروض ايه ده الباب مش عايز يفتح ليه؟ عشان اقفل القفل طبعا، عشان حركات علوية بيدخل، انتوا عارفين مش محتاجه، بيسرق طبعا كل حاجه عندي في البيت. افتح كده بعد، عشان كده بقى علوية خلينا ننزل بسرعه عشان نعدي على الجد شلبي ونقول له ايه ده الجد شلبي اصلا هو اللي جاي. جدو ازيك يا جدو؟ ابو علي ازيك؟ ها شفتوا المكان اللي قلت لكم عليه؟ يب يب يا جدو شلبي، رحنا وهربنا كل الاطفال وكلهم كانوا بخير يا جدو، برافو عليك. دلوقتي انتوا كده تعجبوني عشان نقصتوا الاطفال. ايوه ومش انا لوحدي، كان معايا حركات الفرخه وكمان زعبوله. طيب خد تعالى اقول لك. طيب ايه؟ نعم يا جدو شلبي، انا بص بحضر لكم مفاجاه بخصوص كده. ايه ده مفاجاه؟ يعني هتبقى ليا والحركات كمان، عشان هم كانوا معايا يا جدو شلبي بصراحه ساعدوني. الحركات الدنيا عباء يا ابني شلبي، بس دلوقتي ايه ده؟ وات خد وات تعالى هنا وات. الواد ده بيتسحب كده ليه؟ هو الواد ده رايح يسرق ولا ايه؟ حركات الفرخه انت بتعملها حركات. وادي مالي يا حميكه. ايه ده انت وشبكه؟ ايه مش ما كنت يا مش ما شاشه ملابس جديده؟ تشتري ملابس جديده؟ ما هي ملابسك كلها جديده يا فرخه. كنت راح فين يا واد؟ الشنطه اللي معاك دي هتعمل بيها ايه يا ابني؟ مش دي فيها زباله يا ابني؟ راح مش زباله، راح ترمي الزباله. زعبوله الواد ده راح فين؟ انت واد فرخه، انت كنت رايح. بص الجد شلبي كان محضر لنا مفاجاه دلوقتي وبيقول ادي الحركات ولزعبوله. ايه بجد ولا يا حميكا؟ عشان مش كنت يا حميكا ولا يا شبابك؟ وات يسرق السوبر ماركت؟ سمعت يا جدو؟ وانا اللي كنت محضر لكم مفاجاه. الاقيك حركات عاوز تسرق السوبر ماركت؟ لا طبعا مش هتسرق السوبر ماركت. عموما انا اخليك حركات عقابا ليك تفتح سوبر ماركت ووريني هتعرف تشغله ولا لا. انا يا حميك الشبكة افتح شبابك ولا شغاله كده اول؟ ويجي يا حمية السعودي؟ لا طبعا ابسلوتلي مش موافق على الكلام ده اول. ماشي براحتك، عموما اللي يعرف يفتح سوبر ماركت كويس ويشغله هياخد 1000 روبوكس. موافق يا ابو علي؟ موافق يا زعبولة؟ ايه ده 1000 روبوكس حبيبي يا جد شلبي؟ ليتس جو، انا كمان موافق يا جدو شلبي. حركات الفرخه 1000 روبوكس حركات، انت هتروح تسرق كيس شيبس؟ حركات كيس الشيبس ده ب5 جنيه يعني، مش لازم حركات دلوقتي. اودي مالي ولا مش انت عندك حاجه ولا ايه؟ مش هتسرق الشبابك خلاص؟ بس الشبابك فين الشبابك ده؟ السوبر ماركت اللي بتقول عليها يا جدو فين؟ السوبر ماركت ده في مكان تاني. انا عاوز اعرف مين فيكم اللي يعرف يفتح السوبر ماركت كويس ويشغله، ومين اللي هيكون السوبر ماركت بتاعه احسن من التاني. طيب ماشي يا جدو شلبي، انا دلوقتي جاهز. يلا علوية عشان نجيب البضاعة بتاعتنا في السوبر ماركت ونبيع اكتر. وانا مش ولا اسالك السوبر ماركت تاني ما انت ما ولا ايه ده تسرق السوق؟ الحق يا جدو شلبي، انا عايز اسرق السوبر ماركت بتاعي. لا ما تقلقش انا بعمل كل حاجة. دلوقتي هقول لكم على المكان. وطي علوية ايه المكان ده؟ هولي مولي تقريبا كده في هدايا وفي وات ابو علي بصوا فوق صورته هنا، هو ده السوبر ماركت بتاعي. ثانية وادي مالي مش عايز اشارك ولا في مش حاجات بتاعتي. حاجات بتاعتي يا ابني ده لسه بص فاتح المحل لسه بقول يا فتاح يا عليم. تطلع لي كده من تحت الارض. اهو يا حبيبي اهو جيت يا حبيبي كمان جيت اشاركم ولا استنى يا واد بس ما تقوليش ازيك دلوقتي. قولي ده الواد حتى مش عايز يسلم على اصحابه. اهو يا حبيبي دلوقتي مش جيت اشارك السوبر ماركت. انا نزلت الحاجات. وات هو فين زعبوله؟ ده السوبر ماركت بتاع حركات وده السوبر ماركت زعبوله. اوكي اشمعنى السوبر ماركت حركات في وشي؟ اهو يا حبيبي مش هشاشاك بسرعه تسرقني بسرعه. طب امشي يا واد خليني اروح اعمل بقى المحل بتاع علوية واكبره. عندنا بصوا راس الهالوين فين؟ اوكي هنا بيقول اشتري. انا معايا كام؟ معايا 2600، خلينا نشتري دي. ليتس جو، ده الكاشير. ازيك يا ابو علي؟ الحمد لله فرخه. خلينا نيجي هنا عشان ننزل. وات نزلت المكان بتاع التفاح اللي هنجمع فيه تفاح. وات علوية طب هنجمع فيه تفاح منين نجيب التفاح؟ مش عارف. عندنا هنا نزرع شجره التفاح هنا. ليتس جو هنا كده اكيد نزرع شجره. يب يا ابو علي يا ذكي، ممكن انزل دلوقتي ايه تاني؟ جبت تفاحه. ليتس جو جبت 2 علوية. جالي واحد زبون عاوز تفاح. ابو علي انا جالي 3 وبعت لهم كمان. برافو عليك يا زعبول. واحد تاني علوية الحقه. ده عاوز ايه؟ عاوز تفاح 3 تفاحات. ده جاي حاسب. ايوه اديني الفلوس انا الكاشير. ابو علي الكاشير احطهم لك في البوكس. يلا اديني فلوس. الفلوس يا كابتن. الفلوس اهي الحمد لله. افتكرته نصب عليا، اداني 100 دولار. كويس هات الثلاث تفاحات. ليتس جو. خد تعالى بص جبت لك 3 امسك. يب ده هياخد 3 علوية، هيدفع فلوس كتير ده. وده هياخد واحدة بس. اوكي هيجوا لي دلوقتي. تعالوا يلا عشان احاسبكم. بسرعة. في واحد تاني عايز 3 تفاحات، خلينا نجيب التفاحات. يب. برافو حركات الفرخة ما تجيش تسرق مني حاجة. ولا يا حبيبي شبابي لازم مش باجي لك دلوقتي عشان بس لازم بس الشبابك كله. يلا ارضي بدل الفلوس لم يا ابو علي بدل ما حركات يجي ياخد الفلوس كلها. اوكي
يلا حاسب بسرعه دلوقتي بقى معانا 1000 دولار علويه. يب ممكن نشتري الشجره التانيه دي اللي هي ب 1200. اما نشوف الشجره دي ايه، مش عارف هتطلع لنا ايه دي علويه، مش عارف. تفاح برضو كده، نجمع اكبر عدد من التفاح، 3 تفاحات. انا عايز اجيب مكان تاني علويه صندوق، عشان الصندوق ده اكيد هيبقى مليان تفاح وكده. اوكي خلينا نجيب الثلاثه دول كمان. يب عشان بصوا الناس بقى بدات تحتاج تفاح اكتر. في مكان هنا للصندوق بس ب 2400، لسه معيش فلوس. عايزين دلوقتي كمان نشغل واحد معانا كده ياخد لنا التفاح. وانا بقى مش شغال مش ببلاش ولا مش اخدك التفاح كله، قصدك تسرق التفاح كله يا فرخه. ابو علي سيبك منه، ده عايز يسرق السوبر ماركت بتاع. بص بقى يا لهوي، ده مليان زبيب ومليان تفاح كمان. وانا بقى مش هسرق وجع بولي وجيله في حركات يا فرخه، النوم ما تسرقش حد. اوكي بسرعه بسرعه يا كابتن، يلا عشان في حرامي شغال معانا في السوبر ماركت اللي قدامنا. انا عايز اروح ابص على السوبر ماركت بتاعهم دلوقتي. على انا دلوقتي معايا 700 دولار. اوكي احط التفاح وبعد كده اروح لهم بقى. هيجي لي اصلا زباين دلوقتي اهم. معلش يا زباين، بس انا اروح ابص على السوبر ماركت بتاع حركات واجي. اوكي اخد بس الفلوس دي بدل ما حد يجي يسرق من جيش حربيه. يب حركات فرخه انا جاي لك. والله مش لو شات تفاحه مش ولا مش كاش يا شيخ. نعم يا حبيبي، يعني انت تسرقني وانا ما بسرقش، بس السوبر ماركت بتاع احسن سوبر ماركت في المنطقه. في واحد حرامي برده جنبي هنا حركات. يا نهار زباد، ايه كل التفاح ده يا ابني؟ والله مش لو شات واحده مش ولا جبه. يا نهار زباد، ثانيه انا عايز اسرق اي حاجه. ايوه سلام يا حركات، اسرقت ثلاثه من الشجره. انت وين انت مش هاتهم ولا مش قدامك انت وين مكسر يا شيخ هاتهم يا وين؟ يا حركات اروح ابيعهم عندي. لا يا ابني دول فيهم سم يا ابني. فيهم سم بتبيع تفاح باسمهم. يا حركات فركه، خلينا نوديهم له على الويه. حرام نوديهم له. ايوه ايوه ايه ده، انا معايا تفاح حركات مفيش مكان يا ابني مش هتاكلها. ده انت طباع. بص انا هرمالك في الزباله حرك اهو، في صندوق الزباله اهو رميتها في الزباله. اه حبيبي كتب ولا مش مالي وي، انا مش دلوقتي هجي لك الشباب مش هحط لك كل يوم مش في صندوق الزباله. خدت منك ثلاث تفاحات حطهم في الزباله برضه. بص على الواد سرقت من عنده ثلاث تفاحات. ابو علي كده حركات، بص هسرق لك السوبر ماركت كله. وانا ينفع اسرقهم عندي على الواد؟ اكيد ما ينفعش، اكيد ما ينفعش على الواد. سرقتهم عندي، ليتس جو، سرقت من حركات. يا حبيبي وانت مش هتشبع عندك ولا ايه؟ ايه ده؟ واحد من جيش الحرميه سرق من عندي، يا حرامي. اهو يا حبيبي جيش الحرميه كل دلوقتي يروح يشبع عندي بقالي بشاع. يا نهار زبادي، وده كمان سرق من عندي؟ ايه ده؟ لا يا علوي انا اسف، انا اسف على حركات. خلاص خد جيش الحرميه بتاعك. لا يا حبيبي ولا مش هشبع عندك دلوقتي. بص الواد جاي يسرق من عندي على علوي. او ماي جاد، خلينا ناخد الفلوس بسرعه. حركات الفرقه احنا اسفين يا حركات. يا حبي ولا مش لساك سنوات كل شوي انا وي. يا حركات يا نوب، سرق التفاح انا اللي بدات على الويل، المفروض ما كنتش هروح اسرق من جيش الحربيه. وعلي الحمد لله انا ولا بسرق من جيش الحربيه ولا هم بيسرقوا مني. يا حبي مش هاجي اسرق منك دلوقتي وانا زعمو. حركات ما تسرقش من حركات، ما خدتش منك حاجه. لا احنا حبايه يا ابني. حركات النوب ده بس اللي بصوا شغال سرقه هو والجيش بتاعه. اوكي عايزين نحاسب، احنا دلوقتي معانا 1500. المفروض دلوقتي على الويل ان احنا نروح ننزل اي حاجه ثانيه، ننزل شجره ثانيه مثلا، مش هنفضل نبيع تفاح بس يعني. عايزين نيجي هنا كده نشوف اي حاجه تانية بتنزل، مش عارف. احنا ممكن الاول يعني لازم نعمل ليفل اب للشجره. اتكتب لنا ان احنا عملنا ابجريد للشجره، ان هي بقت بتنزل بسرعه، شايفين بقى الليفل بتاعها اعلى. احنا دلوقتي عايزين ننزل كمان ابجريد للبوكس ده عشان يشيل اكتر، بس معناش فلوس. اوكي دلوقتي بص الشجره بتنزل. انت واد حرامي، الواد اللي من جيش الحربيه شغال يسرق من عندي. اهو يا حبيبي مش ولا خليهم مش يشوك على طول، هو دلوقتي مش بيسوي جملي. يا نهار زبادي على الواد، الواد شغال سرقه. خلاص يا حركات انا اسف. لا لازم مش تجيب التفاح كله. يا نهار زبادي، جيش حربيه حربيه يا علوي، محدش يسرق منه بحاجه عشان دول مجانين. اوكي بسرعه خلينا نبيع التفاح ده كله. انا عايز ابقى افتح البتاع ده يا علوي عشان اكيد دي ليها زرع. يا حركات انت ولاد شغالين سرقه. اهو احميه لواحد كمان يا علوي، مش هينفع كده كلهم حرميه شغالين يسرقوا مني. يا حركات يا نوب، ولا مش لازم تشبش كل الشباب بتاع. ماشي يا فرق، انا دلوقتي عايز افتح البتاعه دي عشان اكيد لها شجره ثانيه، بس الشجره دي جامده على اول ما بتلاقي ابجريد بتنزل تفاح كتير جدا. ابو علي انا السوبر ماركت بتاعي جامد. انا دلوقتي هاجي اشيك وانا انت يا نوب انت. حركات لي بس كده حركات، لا السوبر ماركت بتاعي فقير، يا مش عارفه دي حاجه. لا يا حبيبي تضحك عليا ولا ايه؟ هاجي اشبش الشباب بتاعي. يا حركات النوب اللي شغال سرقه بس بالعيال. اوكي دلوقتي نقدر نفتح دي على الويه، اكيد دي مكان شجره ثانيه. اما نشوف دي بقى بيتحط فيها ايه، هو رف بيتحط فيه بيض. اوكي دلوقتي على الويه اكيد في مكان للفراخ. يب بس بكام؟ ب 4200، محتاجين فلوس. دلوقتي نقدر نشتري على الويه اخيرا مزرعه الفراخ دي، ليتس جو. هيجي لنا هنا فراخ عشان يجيبوا لنا البيض. يب اول فرخه عندي. واد مالي مش هتيجي الشاء، انت بقيت لي حرامي يجي يسرق الفرخه. يلا واد انت حرامي يا واد، واد عايز يسرق الفرخه. اه يا حبيبي مش لازم نشاحن، مش نجيش فراخ، انت اللي مش بتجيب فراخ بقى.
بس الفرخه وانت صاحب الفرخ اللي في العالم كله. ايه الواد ده عايز يسرق كل حاجه؟ اهو يا حبيبي الحق علويه الفرخه عشان تديني بيض لازم تاكل تفاح. فهمت. ليتس جو. انا فهمت دلوقتي لازم احط لها تفاح عشان بص الواد بيسرق البيض. كابتن يا حرامي انت بليز حط البيض هنا. تعالى 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 بص هنا يا حرامي الواد سرق البيض يا حركات. اهو يا حبيبي انت ما تجيش يا حبيبي. يا حبيبي لازم اشهد تابع. انت واد يا نوب الواد سرق البيض. لا يا علوي سرقوا الفرخه وانا عندي زباين. بص محتاج اصلا تاخد البيض ده. خلينا نحط هنا كده بسرعه. ايوه اخد بقى البيض ده بدل ما الجيش الحربيه يجي يسرقوه بسرعه. احنا مش لازم نشرب منك كل حاجه. اديتهم بيض وما محتاجين بيض. يا حركات لا يا حركات. هلا ولا انت مش ولا مش يا عم انت ما مش هاكله. يا فرخه يا نوب سرق البيض مني. يا حركات يا نوب يلا يا فرخه بسرعه بدل ما يسرقونا. يلا خلينا نحط لهم هنا كده البيضتين دول. اوكي كده بصوا في ناس تانية عايزه بيض كتير. احنا محتاجين نجيب تفاح دلوقتي على الواد. التفاح الحرامي جاي الواد الحرامي جاي. خلينا ناخد البيض بس عشان البيض غالي. ايوه بس الواد جاي يسرق مني البيض والله يا علوية. واد نوب حط كده ابو علي بسرعه. انت واد حرامي عايز منك بيض. انت واد ما تروح تشتري فرخه. الواد بيسرق البيض حركات. اهو يا حبيبي لازم بتشيش كل حاجه يا حبيبي يا حبايه. يا نهار زبادي الواد بص على الواد شغال سرقه مني والله. خد كده بسرعه البيضه دي. خليني بقى احاسبه مع اللي هو. بص البيض غالي طبعا. يب بص البيض بيديني فلوس. ايه بيديني فلوس كتير. اه معلم البيض بيدي فلوس كتير جدا. انا بص دلوقتي معايا 700. زعبولة انت معاك كام؟ معلم انا ما ينفعش اقول معايا في جيش حربيه. معايا 8000. 8000 يا نهار زمان انا معايا 4. بيكا هو زعبولة مش غالي كده ليه؟ انا لازم اروح ابص اشوف المحل بتاعه. يا حركات سيب الناس في حالها حركات. ما انت عندك محل. لا يا حبيبي اتابع لازم مش عشان المحلات بتاعتكم مش بقى اكبر محل بتاعي. يعني انت تسرقنا وتكبر محلك انت. هو اتابع يا حبيبي. يا فرخه يا نوب. اوكي بسرعه يا علويه احنا عايزين نجيب بيض دلوقتي. يلا فرخه بسرعه. احنا عايزين الفرخه دي تبيض يا علويه اكبر عدد من البيض عشان طبعا البيض غالي. خلينا ناخد في واحد محتاج تفاح. لازم يهتم برضه بصندوق التفاح لازم يكون مليان. خلينا نحط فيه التفاح بسرعه. دلوقتي يا علويه جالي حاجه ثانيه ب 6600. خلينا نجربها نشوف هي ايه دي. اما نشوف دلوقتي علوية اكيد في حاجه حراميه. حراميه جايه يا نهار زبادي حراميه. خلينا نسرق البيض. الحمد لله سرقت تفاح ما سرقش بيض. ايوه خدت البيض بتاعي عشان علوية ده بيساعدني والله. برافو عليك يا فرخه الواد بيساعد الحمد لله. وانا ما لميتش بيه حاجه ده مش اللي مش هادي. بس يا فرخه انت عايز تعاقب الناس عشان بتساعدني. هو اتشابع بس يا واد يا نوب. ابو علي انا بص بقى فتحت بس الثلاث اماكن. اوكي استنى بس زعبول اكل الفرخه بتاعتي. ليتس جو امسكها فرخه. بص عمال اكلها في تفاحه. بص الواد سرق تفاح. هو ساعدني وسرق مني تفاح مش مشكله. اوكي المشكله انه بيروح يدي الحركات. اوعى حمي وش عشان مش كاي. بص على الواد الواد خد التفاح بص راح فين؟ لحركات يا علويه. اوعى لا مش لازم يديني. اوكي دلوقتي علويه انا بص عايز اشوف المكان ده. المكان ده ايه بقى؟ مش عارف اهو. ايه ده انا فتحته على فكره. لازم اقف هنا كده لحد ما يتفتح. ليتس جو. اهو يا علويه اتفتح. ده تقريبا مربي التفاح. اوكي ابل جوس اللي هو فعلا عصير تفاح. طب عصير التفاح نعمله ازاي؟ فهمت لازم نجيب تفاح. او ماي جاد ده انا عندي صندوق التفاح كله خلص. خلينا نجيب التفاح ده اديه للناس. دلوقتي على وجه جه وقت ان احنا نفتح المكنه بتاعت عصير التفاح. اوكي ما فيش مكان نحط البيض عايزين نطور المكان. خلينا نفتح ب 9400. يب نزلت اخيرا. هنحط بقى عصير تفاح. هنا نحط 4 تفاحات علويه هيتعملوا لنا عصير تفاح وعصير التفاح هيكون غالي. فاحنا طبعا لازم نشوف الموضوع ده عشان هيدينا فلوس كتيره. وادي مالي مش عايز عشان بدك مش عصير تفاح عشان مش غالي جدا. بيسرقوا من البيض وكل حاجه. اسكت. بص علويه خلينا نرمي البيض ده عشان معناش مكان. في واحد جاي عايز 3 عصير تفاح. انا لسه طبعا عايز اجيب تفاح هنا. يب المكنه دي بص بتدينا فلوس كتيره بس بتاخد وقت. عايز بس ابيع التفاح ده واروح ادي بقى طبعا للمكنه اللي هي بتعمل التفاح. اوكي والفرخه عايزه كمان تفاح بس انا مش عايز بيض دلوقتي. اروح ادي المكنه. وات دول سرقوا مني. خلينا نجيب التفاح ده كمان عشان نحطه بقى هنا كده على الويه عند المكنه دي. ايوه عشان تعمل لنا اول عصير تفاح في المحل. ليتس جو ليتس جو. اول عصير تفاح على الويه خلينا ناخده. امسك انت جاي عايز 3 صح؟ خد هم 3 دلوقتي على الويه هياخدهم. انت يا ابني ما تسرقش حاجه. الجيش العربيه يا دبات. خلينا ناخد التفاح ده بسرعه. ليتس جو. يب خدته. هنحطه بقى هنا. ده بص الراجل ده اشترى حاجات كتيره. ده هيديني فلوس. اما نشوف علوي هيديني فلوس قد ايه. هيدينا فلوس كتيره عشان ده طبعا اشترى عصير تفاح. عصير التفاح غالي. خلينا ناخد البيض بتاع الفرخه عشان نحطه هناك. بس انا معايا البيض فل تقريبا. لا في اماكن اهي. يب دلوقتي بقى خلينا نجيب التفاح عشان نعمل العصير. ليتس جو. اهم حاجه ان انت طبعا تكون مطور الشجره بتاعتك عشان تطلع تفاح بسرعه عشان تقدر تعمل عصير تفاح كتير. يب بصوا محتاجين عصير تفاح. امسك احسن عصير تفاح. احسن سوبر ماركت بيبيع عصير تفاح في المنطقه. يا حبيبي انت بقى كمان ببيع ولا مش عصير؟ انت بتبيع عصير بس عصير مضروب. لا يا حبيبي عصير مش زي الفل ولا ايه؟
يا ابني ما عصير زي الفل وكل حاجه، بس انت سرق التفاح حركات، انتوا سارقينه، عصيرك مسروق. قال لي تبو بالي يا حبيبي تبو جميل بدو، ده حركات فرخه وبيع حاجات مسروقه. حركات يا معلم، بص بدو جيش الحلويات بتاع سرق من عندي. والله ما مش مبطلين خالص زعبول، عمالين يسرقوا من كل حته. الحق عليه، بص الراجل ده شاري حاجات قد ايه؟ يا نهار زبادي، ده هبني برج والله، بيض بعد كده عصير بعد كده تفاح، وات فهيديني فلوس كتيره. ابو علي بيشيل حاجات كتيره جدا، بص تحس ده خمس ساعات. اه والله بص حاجات كتيره جدا. ايه ده حركات، انت جاي تعمل ايه؟ وانا مالي مش توتي، مش ده انا مش حاجات كتيره تسرق، طور ان هو يسرق كتير على الواد ده، حرامي حرامي يعني. بصوا مش قائد جيش حربيه وخلاص. يا فرخه انت حطيت البوت فين؟ يا ابني مش اديتهولك، عندي مش بوت كتير، مش بقى جيش، مش رجعتهولك بقى. ايه ده بجد؟ بجد حركات جت ترجع البيض؟ هو اتشمت يا ابني، مش محل بتاعي مش بقى متشوي بقى متطور. ما انت شغال سرقه، سرقه جيش الحربيه بتاعك عمال يسرق من عندي. عجبك كل ده؟ مش ده مش هشارك التفاح. لا لا ما تسرقش حاجه، ما تسرقش حاجه، عايز اجيب بس التفاح ده على الويب بسرعه. ايوه اوكي. يا نهار زبالي، انت واخد العصير ده وراح فين؟ وادي مالي مش هاخده، بس بقى في المحل بتاعي اديتك بيض وخدت عصير يا حبيبي، امال اديك ببلاش ولا ايه؟ تديني ببلاش سرق العصير، العصير اغلى من البيض. انت واد الناس عايزه عصير. يا فرقه يا نوب، سرق العصير على الويه. والله يا حركات يا نوب، انا اوريك دلوقتي حركات. ايوه وهروح يحطها على الويه دلوقتي، انا اسرقه. امسك، مش عايز اشيل تفاح. خلينا نروح له على الويه، انا هراقبه، لازم اروح عنده بسرعه، مش عايز اشيل تفاح عشان اعرف اسرق. خلينا اخده مش مشكله. يا حبيبي كان محلي بتاعي مش مجابي، محل حرامية، ما انت عمال تسرق من كل حته. اوكي انا جيت لك الفرخه يا دوب. انت وانا مالي مش شايف حاجه، مش قدامك كلها تضربني. انا احط هنا الفرخه بتاعتك، ايه باكلها؟ ايوه دلوقتي علويه، جه وقت ان احنا نسرق طبعا العصير. مش انت سرقت من عصير؟ اقوم بتوعي اقوم. انا ما انت ماشي، انت خمسه سرقت خمسه، انت ازاي واد بتشيل كتير واد يا ابني؟ وانت متوية متوره؟ طيب انا اطورها دلوقتي. اوكي سرقت الثلاثه منه، راح احطهم هناك بسرعه عندي. احنا ممكن نطور دلوقتي على علويه البتاع اللي هي بتشيل اربعه زي الواد حركات. يب نطورها ب 10000، بعد كده ممكن نطورها بتشيل خمسه ب 20000. ليتس جو. لو انا جيت اشيل تفاح دلوقتي هيشيل اربع تفاحات بدل ثلاثه، يب هتفرق جامد. خلينا ناخد البيض برضو، بتشيل اي حاجه اربعه، حتى البيض تفاح اي حاجه. عصير التفاح عايزين نطوره على الويه، نفتح طبعا ب 9400 كده، عملت له ابجريد بقى بيشيل خمسه تفاح. بس انتوا عارفين انا دوست هنا بالغلط، خدوا مني تقريبا حاجه و20000، يعني انا لفلت المخزن ثلاث مرات يعني ليفل ثلاثه، وانا اصلا ما بحطش عصير تفاح كتير، خدوا مني تقريبا على الويه 25000 كتير بصراحه. حركات الواد الحرامي، بص بص جت ايه يا لاوي، كل دي فلوس الواد هيحسدنا. حركات يا حبيبي كنت عندك فلوس كتير ولا ايه؟ بس يا ابني سيبوني في حالي عشان انا بص تعبان، عمال اروح واجي كل شويه عشان اجمع الفلوس دي. بص الواد كاتب ايه؟ يا لهوي كل دي فلوس. يا حبيبي كان جاي شويه دلوقتي ولا مش لقيت كتير يا ابو شاشا؟ تسرق مين يا فرخه؟ فرخه انا هاخدهم دلوقتي على الوكاله، بس احط البيت كده. ابو علي انت عندك فلوس كتير ولا ايه؟ يا ابني مش كتير يا ابني، دول قليلين جدا، ده الواد بس الحرامي هو ايه؟ اه حبيبي كاين كل الفلوس دي يا لهوي، الفلوس دي مش عارفه شا ولا جابولي تعبو شاتشاتا. شنطة شنطة مين حربية؟ انتوا هتجيبوا لي الشنطة اللي كانت معاكم في بروك. حركات ما تسرقش حاجة. يا حبيبي كام دي الفلوس دي كلها يا ابني؟ هتعمل بيها ايه يا ابني؟ هتفتح بنك ولا ايه؟ افتح بنك؟ يا ابني دول قليلين، مش عارف اطور حاجة اصلا. انا سدت يا نهار ابيض، ايه كل الفلوس دي يا ابو علي؟ وده مالي مش شاتي منك عشي يا فرخة انت حرامي، سرق مني خد اهو، حط العصير هنا كده حركات وانا اديلك فلوس. تعال حط هنا وانا اديلك فلوس. كام مش هتديني كام؟ هو انت كم يعني انت بتسرق مني وتقول هتديني كام؟ تعالى بس حطهم هنا اديلك، بص الفلوس اللي هناك دي اديلك شويه يعني. يلا مش عارف فلوس مش شاع. طب طيب بص راح اخدهم الاول. لازم اجي على دلوقتي معايا كام؟ معايا 27000. وعلى ايه كل الفلوس دي اديلك كام؟ بص بص بتخلص. يا نهار اسود احساس جميل يا لو ان انتوا تاخدوا كده. بص الفلوس، يا سلام الفلوس اللي انت بعت بيها. يا حبيبي كمان شباب، بص مش في الفلوس شفوته، انت وانا انت مش هات شويه. خلاص بص استنى بس، استنى بس حركات. يا سلام خلاص يا حلوية شربت كل الفلوس. يا حبيبي كمان ولا شراب، انت مالي حامي هسيب مش منك حاجات. اوكي دلوقتي معايا 49000. يا نهار زبادي مبلغ كبير. عارف انت منك شنطة تفاح، خده ما فقير انت يا نوب. اوكي دلوقتي نفتح المكنة دي كده حلوية. يب المكنة دي بقى، يلا افتح حبيبي يا ابو علي غني، ليتس جو. يب اتفتحت. اوكي ايه المكنة دي؟ ده بتاعت زرع دي تقريبا. خلينا ندوس هنا كده. وات انا طورتها بالغلط، ما كنتش عايز اطورها. الحمد لله اقدر افتح المكان بتاعها بتاع الزرع ده، طورتها بالغلط على طول. كل مره بندوس على الحاجات الزرقاء دي بتسحب مني فلوس بالغلط، ما تدوسوش عليها عشان هتخلص الفلوس بتاعتكم. اوكي بصوا بتطلع الزرعه، الزرعه دي تاخدها تحطها هنا كده. اوكي بعد كده تاخد واحده كمان تحطها هنا. في ناس هتيجي تاخدها طبعا يعني عشان ممكن يكونوا عايزين يزرعوا المزرعه بتاعتهم والحاجات دي.
الحق عليا وبص جاي يقول لي يا ام علي النوب ما عندكش فلوس. لو انت كنت شفت الفلوس اللي كانت موجوده انت يا حبيبي كنت هتعرف انها كان عندي فلوس كتير، بس الحمد لله شفطتها عشان هم حراميه كل شويه بيجوا يبصوا في المحل بتاع علوي. دلوقتي طبعا احنا بعد ما عملنا المحل وكبرناه خلاص كده علوي اعتقد ان احنا ظبطنا كل حاجه. زعبولا انا اجي ابص عندك بقى على السوبر ماركت واشوف محل السوبر ماركت بتاع حركات برضو وهنشوف مين احسن واحد. ها بص محل يا حبيبي عشان بص كل ما بص بيجي يحط عندي وط. هو ليه حركات محله مليان عيال؟ ابني بص فيا يا حبيبي يا ابني انا الزواج المحل مليان عيال شغاله معايا وانا معيش ولا واحد شغال معايا، انا اللي بعمل كل حاجه. بص علوي بمجهودي انا اللي بحط البيض وبحط التفاح وانا كده معايا مفيش اي حد بيساعدني. حركات بص عندي عيال من الصبح شغال معاك خمسه واربعه. اه والله كلهم حربيه. خلينا نحطهم هناك كده بسرعه عشان بصوا في ناس عايزه عصير تفاح. اروح ابص عليهم دلوقتي بقى علوي. اوكي انا لحد دلوقتي مفيش ولا واحد جه خد مني الزرعه اللي هي الجديده دي. هي علوي اللي هي الزرعه دي مفيش ولا واحد. حركات الفرخه انت جاي تعمل حركات يا ابني مش عندي زيك كتير يا ابني جاي مش هحطهولك كده جاي تحطولي وات. ما انت عشان ما شاء الله حربيه شغالين معاك كتير. الحق علوي بص الراجل ده جاي يشتري من عندي اللي هي طبعا الزرعه. ايه ده؟ ده ساب السوبر ماركت بتاعه وراح لحركات. يلا يا زبادي انا حبيت السوبر ماركت بتاعي احسن. لا الحمد لله رجع تاني. اوكي والله قلت هيروح لحركات الفرخه ده. بصوا اشتروا من عندي علوي الزرعه الجديده دي. انا عايز اشوف بقى يحاسبوني على كام عشان اشوف الزرعه دي غاليه ولا لا. اوكي معايا دلوقتي 800 دولار علوي. ركزوا دي الفلوس بتاعت طبعا التفاح. بصوا بقى اللي بعده هيديني الفلوس. ايوه واو الزرعه غاليه بقى معايا 4 400. ام علي بس هي تطوره بفلوس كتيره. اوكي دلوقتي بقى علوي زي ما انتم شايفين عندنا مكنه عصير التفاح وعندنا رف عصير التفاح وعندنا كمان الزرعه دي طبعا وهنا برضو فاتحاها بفلوس كتيره معايا 4400. هروح ابص على السوبر ماركت بتاع حركات الفرخه عشان نشوف مين السوبر ماركت بتاعه احسن. حركات زرت اهي ابو علي زرت المحل بتاعه وهنا بقيت العيال اللي من جيش الحراميه وهنا زعبولة كمان. ابو علي محدش بيساعدني حركات بص عندي عيال كتيره. ما عشان حركات بقى فرخه. انت ما بص هات التفاح دي مش حيوي. بس يا فرخه اليوم انا جاي ابص اشوف محلك انت فاتح زي حركات نفس المكنه ونفس الحاجات. يا حبوش بتاوي يا حبيبي مطور بس هي برضو زي. اوكي خدها فرخه كلي كلي. زعبولة انا جاي اسرق لك منه حاجات الزعبولة. اه معلم برافو عليك. انت وادي دوب مش هاتي حاجات انت شاتاني. امسكني بقى حركات. ابو علي تعالى ساعدني ابو علي حط لي شويه تفاح بيض اي حاجه. ده انت غلبان قوي يا زعبولة ما حدش بيساعدك اهو حطيت لك بص. ده الناس عندك عايزه بيض يا زعبولة. اه ابو علي والله بس مفيش حد بيساعدني. انت وادي انت مش هاتي تشوفه بك ده. يا ابني حرام عليك ده هو اصلا عايز حد يساعده كل حاجه. بص ما عندوش غير بيضتين ومفيش عصير تفاح اصلا. بدي بتشاو ده انت حرام يدوب. طيب علوي زي ما انتم شفتوا السوبر ماركت بتاعه بتاع حركاته زعبولة انزلوا اكتبوا لنا في الكومنتات. بصوا اللي سرق التفاح وبصوا انت واد يا فرخه انت واد اللي مش سادي مش حط لي شويه مش تغباء ارمي له واحده في الزباله. ترمي له واحده في الزباله ليه بس حرام عليك؟ ما علي انت كنت حركات بره يا ابو علي. نطرده ايه يا ابني انت مش شايف الحراميه اللي معاه ده يجي يطردونا احنا. علوي انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات مين صاحب احسن سوبر ماركت انا ولا حركات ولا زعبولة. بحبكم من كل قلبي نشوفكم فيديو تاني جديد. طبعا اللايك والاشتراك في القناه واللعبه دي هتظهر قدامكم دلوقتي لو عايزين تلعبوها. يلا علوية اشوفكم بكره سلام. انت واد اللي بقيت ابو شاي حسن شباك بتاعك يلا بينا نجيش يا حبيه. يا نهار زماني يا حركات انا قافل اللعبه عشان ما تسرقش حاجه سلام علوية.